بسم الذي خير ابتداء، بسم الذي خير الأسماء، بسم الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أوحى الله إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليلة أسري به: يا محمد، إن الجنة تشتاق لثلاث، أنت وصاحبيك أبا بكر وعمر وحامل القرآن. يا محمد، حملة القرآن هم أهلي، جعلتهم في الدنيا إكراما لأهلها، ولولا القرآن في صدورهم لهلكت الدنيا ومن عليها. يا محمد، إذا مات حامل القرآن بكت عليه سماواتي وأرضي وملائكتي. الجمع الطيب الكريم، يقول رسول البشرية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما رجع. ويقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل وهو أحسن القائلين: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. دع عنك ما فات في زمن الصبا واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب، لن ينسه الملكان حين نسيته بل أثبتاه وأنت لاه تلعب. والروح منك وديعة أودعتها ستردها بالرغم منك وتسلب، وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب. الليل فعلا والنهار كلاهما أنفاسنا فيهما تعد وتحسب. الجمع الطيب الكريم، يقول رسول البشرية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. نعيش سويا في رحاب آيات الله البينات والتي يتلوها علينا علم من أعلام محافظة التقهلية والعالم الإسلامي والقارب اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، صاحب الفضيلة فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب القطاوي الإذاعي المعروف والمقيم بالناسبية مركز ومدينة المنصورة. ندعو الله لفضيلته بالتوفيق ولنا ولحضراتكم بحسن الاستماع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ويعلم
Thank you.
ثم مرضوا
التعريف التعريف مش محنة. لا أريد ألا له Thank you.
تعريف
صلى على النبي. تعليك يا سيدنا. الله الله الله. جميل يا مشكلة. لا اله الا الله. او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا الله الله وإذا رأيت
عليك يا جمال النبي. الله عليك. الله يا استاذ. يزيدك يا محمد. الله 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 الله. نعم يا سيدي نعم. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ربنا شر الظالمين يا رب يا رب يا الله اكبر يا رب. اصحى بنزلك يا مولانا لسه منهم. اصحى مدد هذا يا رب. الله اكبر. واذا اللهم صل على النبي. اذكر الله. لا اله الا الله سيدنا رسول الله. نعم. الله اكبر. واما ينسينك الشيطان فينا شر الظالمين يا رب. تعليم. وما للذين يتقون من حسابهم من شيء. تعليق يا مش محمد. ايه الحلاوة يا مولانا؟ اللهم صل على النبي. حلاوة حلاوة. الله الله الله. ربنا يعينك. وما للذين يتقون من حساب يرضى عليك يا رب. الله يا قوي. الله ولكن بالذكرى لعلهم يتقون. الله يزيدكم يا رب. Yeah.
اللهم صل على النبي على الشيخ محمد. مدد يا رب. الله الله يا سيدي. مجلل عند ربنا. ربنا معايا. الله يرضى يا رب. وذكرني ربنا سيدنا. الله اكبر. الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. ليس لنا دون الله ولي ولا شفيع. عليك يا محمد. الله. أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من خميم. لهم شراب من قميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. لا إله إلا الله. قل ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا. عليك. أكبر. الله أكبر. الله 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 الله. الله أكبر. الله يعينك يا شيخ محمد. يا رب. الله يعينك وأوقك. آمين يا رب. يا رب. ونرد على إلى الهدى
عليك. الله يعينك. الله يعينك يا رب. يا رب يا رب. الله يعينك يا شيخ محمد. امين يا رب. وديك الصحة يا رب. الله. وأن أقيموا الصلاة وأن سيدنا. اذكر الله. صل على النبي عظيم يا مولانا والله. رسول الله. ربنا يديك الصحة يا رب. تعليق الله Yeah.
سبحانك يا رب، سبحانك يا رب، لا اله الا الله. لا اويك يا رب، لا اويك يا شيخ محمد، استرها معاك بنا يا اخي. قولوا الحق ونروا الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة. سبحانك يا رب، سبحانك. عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. صدق الله العظيم. كل القلوب إلى الحبيب تميل، وعندي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمد سارت دموع العاشقين تسيل. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، لقد عشنا سويا في رحاب آيات الله البينات والتي تلهى علينا علم من أعلام محافظة التقهلية والعالم الإسلامي والقلب اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، فضيلة القائد الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي الإذاعي المعروف والمقيم بالناسمية مركز ومدينة المنصورة. نقلناها لكم على أحدث مكبرات الصوت العالمية الكبرى وأضخم محطات ديزل والإنارة الحديثة، إدارة الحاج حمدان المنسي الشهير بالحصينة مركز السبداوين بمحافظة التقهلية، مخازن الفراشة الكبرى، ومتعهد الحفلات على مستوى جمهورية مصر العربية لصاحبها الحاج محمود أبو الحاج وأولاده الشهير والمقيم بديوب الوسطى مركز السبداوين بمحافظة التقهلية. وصحبتنا خلال هذه التلاوة القرآنية الإسلامية للخدمات الفندقية إدارة إسلام زيدوني الشهير والمقيم بالحصينة مركز السبداوي بمحافظة التقهلية. إخوة الإيمان والإسلام، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، وسبحان من له الدواء.